السلام عليكم، ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير ومرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله غادي نبداو سلسله فيديوهات اساسيات التأطير بالصوره. غادي نشوفوا اول قاعده اللي هي قاعده الاتلات. هاد القاعده اللي تعاونك في تكوين صوره وتكون عندها ديك الصوره معنى. قاعده الاتلات اللي تنقسم فيها الصوره على خطين افقيين وخطين عموديين، ودوك الاربع نقاط اللي يسموه بنقاط القوة تما وين نقدروا نحطوا لوبجيكتيف تاعنا ولا نحطوا السوجي تاعنا موضوع تاع الصورة. خليكم تشوفوا هاد الصور ونعود نرجع. كما شفتوا معنا في هذه الصور الثلاثة اللي فاتوا، اللي الصورة الأولى كانت نقطة من نقاط القوة كانت مركزة على الأم، وفي الصورة الثانية نقطة قوة كانت على الشجرة، وفي الصورة الثالثة اللي كانت نقطة قوة اللي كانت على ديك الجزيرة. هذوك هما أربع نقاط القوة. احنا وصلنا الله فان تاع الله فيديو، إن شاء الله يا ربي تكونوا تعلمتوا شوية، وما تنساوناش تعاونونا بلايك وتبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي مهتمين بهذا الكونتوني، سبسكرايب وتاكتيفي ليكم النوتيفيكاسيون باش كل ما حطيت فيديو جديد يوصلك انت الاول، ونتلاقاو في فيديو جديد.